انا اقول انا اقول لخالد يقول خالد لا تبتنتهي سبعة. قلت لا البرازيليين دائما اذا جت ثلاثة اربعة خلاص يطلعون. طيب ليش فازوا علينا في المكسيك ثمانية؟ هذه حقت الثمانية هذيك الامطار فيها الشوط الثاني مرة نور ومرة مطر. لحظة ما يبغى يقول انا حتى البث حتى البث من قوة الامطار يا خالد حتى البث فصل ورجعناها رجعتنا خمسة. لا فصل اي فصل اقول لك لان الامطار. اسمعونا يا مشاهدين هذا محمد في المانيا قال ترى ترى والله انا مش والله المانيا قال نور لا لا اللاعبين كلهم اللاعبين الموجودين معنا بالقارات خلهم يقولوا لك الشوط الثاني ايش طبيعي ان الجو يعني الارضيه. طيب علي علي علينا وش على البرازيل؟ حتى البرازيل نفسه بس عاد لكن انت ما انت متعود اصلا الامطار انت ما انت متعود تلعب على الامطار الان احنا نشوف كل قبل المباراه بالدوري رشوا لك ملعب بين الشوطين رشوا لك ملعب كله السبه انه يتعود اللاعب اللعب على ارض مبتله